بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. ولنا ميتتان حلال، السمك والجراد، ودمان حلالان الكبد والطحال. هذا الفصل بارك الله فيكم فصل مهم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: اليوم أحل لكم الطيبات. فالأطعمة التي أحلها الله سبحانه وتعالى هي من الطيبات، وما حرمه الله عز وجل علينا هو من الخبائث. وفي سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيقول الشارح رحمه الله: فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها. قال: وكل حيوان استطابته العرب. ما معنى استطابته؟ استطابته بمعنى أنهم عدوه طيبا، اعتبروه طيبا. وكل حيوان استطابته العرب. من هم العرب المقصودون هنا؟ قال: الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية. هؤلاء هم. إذن المقصود بالعرب هنا أصحاب الثروة والطباع السليمة وأصحاب الخصب، ليس المقصود بالعرب هنا أصحاب البوادي الذين يسكنون في الصحاري، لأن أصحاب البوادي يأكلون كل شيء، كل ما يمشي فوق الأرض يأكلونه. واضح؟ فليس العبرة بهم، إنما العبرة بارك الله فيكم بالعرب الذين هم أصحاب الرفاهية والخصب والطباع السليمة. إذن هنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. المقصود بالعرب بعض العرب، ليس كل العرب، فهو من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. واضح؟ ثم نقول: كم عدد العرب الذين نرجع إلى قولهم؟ هل نعود إلى جميع العرب أصحاب الطباع السليمة؟ كلهم نسألهم، نسأل كل عربي طبعه سليم، هذا الحيوان ما حكمه؟ أو هناك عدد معين، يعني 10، 50، 100؟ واضح؟ قال الفقهاء رحمهم الله: يكفي إخبار عدلين، اثنين، يكفي إخبار عدلين أن هذا الحيوان نعتبره طيبا. واضح؟ يكفي إخبار كم؟ عدلين. واضح؟ في كل عصر نعود إلى العرب الموجودين في ذلك العصر. يعني نفترض أنه وجد حيوان
لم يكن للعرب المتقدمين كلام فيه، واضح؟ نرجع لمن؟ نرجع للعرب الذين يعيشون في ذلك العصر، نرجع للعرب الذين يعيشون في ذلك العصر. طيب نفترض أن العرب الذين يعيشون في هذا يعني العصر اختلفوا، فمنهم من قال هذا نعده طيبا، ومنهم من قال هذا نعده خبيثا، نتبع من؟ قال الفقهاء نتبع الأكثر منهم، نتبع الأكثر منهم. إذن هنا تحت قول المصنف وكل حيوان استطابته العرب مسائل. السؤال الأول، ما المراد بالعرب؟ نقول المراد بالعرب أهل الخصب والثروة والطباع السليمة، ليس المقصود كل العرب، وبالتالي يخرج أهل البوادي والصحاري الذين يأكلون كل شيء، واضح؟ والسؤال الثاني، كم عدد العرب الذين نرجع إلى قولهم؟ قلنا يكفي إخبار عدين. والسؤال الثالث، إذا وجد حيوان لم يعرف للعرب السابقين كلام فيه، نقول نرجع إلى العرب الموجودين الآن. والسؤال الرابع، إذا اختلف العرب فقال منهم أي من العرب من قال إن هذا الحيوان نعتبره خبيثا، ومنهم من قال إن هذا الحيوان نعتبره طيبا، يمكن هذا، واضح؟ فإننا نتبع قول من؟ قول الأكثر، قول الأكثر، واضح ولا؟ طيب، وهذا الكلام كله، هذه القاعدة، ما اعتبره العرب طيبا يكون حلالا، ما عده العرب خبيثا يكون حراما، هذه القاعدة كلها فيما لم يرد فيه النص، أما ما ورد فيه النص لا نرجع فيه للعرب، فيه نص. فإذا جاء في النص أن هذا الحيوان حلال حتى لو كان العرب يعتبرونه خبيثا هو حلال، واضح؟ ولو وجد في النص أن هذا الحيوان حرام فهو حرام حتى وإن كان العرب يعتبرونه طيبا. إذن هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، نقول فيما لم يرد فيه النص. ولذلك على سبيل المثال، بعض العرب مثلا لا يأكل لحم الدجاج، يستقذر الدجاج مثلا، يستقذر أكل الدجاج، مثل هذا لا نرجع إلى كلامه، لأن النص موجود أن الدجاج حلال. إذن هذه القاعدة التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى فصل الأطعمة، فقال كل حيوان اعتبره العرب طيبا فهو حلال، وكل حيوان اعتبره العرب خبيثا فهو حرام، نقول فيما لم يرد النص. وعندنا نصوص جعلت لنا ضوابط في هذا الباب، عندنا ضوابط في هذا الباب، ضوابط يعني ليست قليلة. يعني مثلا من الضوابط أن كل حيوان له، كل سبع له ناب، ناب يعدو به فهو حرام. بالتالي الأسد والنمر حرام، لأنها لها أو ذوات أنياب تعدو بها، تصطاد بها. وكل طائر له مخلب يجرح به، يصطاد به، فهو حرام. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث، كل حيوان أمرنا بقتله فهو حرام. يعني مثل ماذا أمرنا بقتله؟ أمرنا بقتل الكلب العقور، وأمرنا بقتل الحدأة، واضح؟ وأمرنا بقتل الفأرة، الفواسق الخمس، واضح؟
كل ما أمرنا بقتله فهو حرام، بالمقابل كل ما نهينا عن قتله فهو حرام. واضح؟ كل ما نهينا عن قتله فهو حرام. مثلا نهينا عن قتل السرد، نوع من أنواع الطيور، نهينا عن قتل الهدهد، نهينا عن قتل النمل، النحل والنمل. إذن كل ما نهينا عن قتله فهو حرام. حرام حرام، كل ما أمرنا بقتله حرام، كل ما نهينا عن قتله حرام، في الحالتين حرام، في الحالتين حرام، كل ما أمرنا بقتله حرام. انتبه، كل ما نهينا عن قتله أيضا حرام. كل ما ورد الشرع، كل ما ورد في الشرع التنصيص على تحريمه فهو حرام، مثل الحمار الأهلي، الحمار هذا الذي يعيش مع الناس، هذا ورد في الشرع التنصيص على تحريمه، إذن حرام. واضح؟ كل حيوان تولد بين مأكول وغير مأكول فهو حرام. كل حيوان تولد بين مأكول وغير مأكول فهو حرام. مثاله البغل، البغل تولد بين حصان وحمار، عندكم هنا كثير البغال، هذه كثيرة هنا في مدينتكم، تكون ليست حصان ولا حمار، تكون جسدها يكون الحصان يكون رشيقا نحيلا. واضح؟ أما البغل يكون عريض إلى حد ما. تمام؟ لا أدري إذا كانت الأحصنة العربية، الأحصنة العربية تكون رشيقة نحيفة وسريعة، لكن التي رأيتها هنا في المدينة تجر العربة أراها سمينة، ليست نحيفة. واضح؟ لعلها بغال. تمام؟ إذن كل ما تولد بين مأكول وغير مأكول حرام، لأن عندنا قاعدة تقول إذا اجتمع حاضر ومبيح. ما معنى حاضر؟ يعني حرام. إذا اجتمع حرام وحلال قدم الحرام أو غلب الحرام. كل ما يضر بالإنسان تحقيقا فإنه حرام، ولذلك قال الفقهاء أكل الدود، أكل الحشرات حرام، لأنها مستقذرة تضر بالإنسان. تمام؟ كل ما يعيش في البر والبحر، كل ما يعيش في البر والبحر، مثل تمساح، تعرفون التمساح باللغة الإنجليزية كروكودايل، كل ما يعيش في البر والبحر كالتمساح حرام. عند المالكية لا، لا بأس. في السودان أنا رأيتهم يأكلون. واضح؟ بعض أنواع السلاحف، السلاحف أنواع، منها أنواع لا تعيش إلا في الماء فقط، لا إذا خرجت خارج الماء تموت، وأنواع تعيش في الماء وتعيش في اليابسة، تعيش هنا وهنا. واضح؟ إذن نقول هذه كم الآن ضوابط؟ تقريبا 7 أو 8 ضوابط. هذه ضوابط جاءت في النصوص استنبطها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها. وكل حيوان استطابته العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية فهو حلال، إلا ما حيوان، وطبعا كان الأصل أن يقول إلا حيوانا، مستثنى منصوب. تمام؟ الأصل هذا. ورد الشرع بتحريمه، انظر هو يريد أن يقول لك القاعدة التي ذكرتها لك، أن الرجوع إلى العرب متى؟ الرجوع إلى العرب إذا لم يرد النص، أما ما ورد فيه النص، ما جاء فيه النص عن الشارع فنتبع النص. قال: إلا ما ورد الشرع بتحريمه فلا يرجع فيه لاستطابتهم له. وكل حيوان استخبثته العرب، أي عدوه خبيثا، فهو حرام
إلا ما ورد الشرع بإباحته فلا يكون حراما. واضح؟ ولذلك أحيانا الإنسان قد يعاف طعاما ليس حراما لكن لأنه لم يتعود عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما وضع أمامه الضب، تعرفون الضب؟ الضب يشبه التمساح لكنه يعيش في الصحراء، صغير هكذا، يكون تقريبا 50 سنتيمتر ويحفر في الأرض، تمام؟ ثم أنت تدخل حديدا معطوف الرأس في هذه الحفرة، فيها يسمى جحر في الحديث، لو دخلوا جحر ضب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تدخل الحديد هكذا معطوفة الرأس وتخرجه، تمام؟ ثم يأكلونه، تمام؟ الضب هذا موجود في البلاد العربية كثير، يعني في مدينتنا موجود كثير. الضب هذا طبعا من خصائصه أنه لا يشرب الماء، لا يشرب الماء. ولذلك يعني إذا أردت أن تقول أنا لا أفعل شيئا، مثلا شخص يقول لك ما رأيك أن تزورني، أنت لا تريد أن تزوره، متى تزورني؟ تقول عندما يشرب الضب الماء، يعني لن أزورك. عندما يشرب الضب، عندما يرد الضب الماء، يعني ما في زيارة. واضح؟ لأن الضب يعني ربما يبقى طول عمره لا يشرب إلا مرة كما يقال، أو لا يشرب، يعيش في الصحراء. على كل حال، وضع الضب في أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمد يده، فقال أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف. هذا شيء طبيعي. فأخذه خالد بن الوليد وأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. إذن كون الناس أو بعض الناس يعافون طعاما معينا ليس معنى ذلك أنه حرام. قال لكم هنا ويحرم من السباع ما له ناب. ما له ناب، كل ما له ناب حرام، أي سن قوي يعدو به. ما معنى يعدو به؟ يعني يهاجم به، يفترس به. طيب إذا كان له ناب ضعيف لا يصطاد به، حلال أو حرام؟ قالوا حلال. واضح؟ إذا كان هذا الحيوان، هذا السبع عنده ناب لكن لا يصطاد به، قالوا هذا حلال. مثل ماذا؟ قالوا مثل الضبع. تعرفون الضبع؟ ما تعرفون الضبع؟ العرجاء. العرجاء، تعرف العرجاء في البلاد؟ ها؟ يكون أرجلها هي تشبه الذئب، تشبه الذئب، لكن أرجلها أقصر من يديها، يسمى ضبع. واضح؟ لا أدري عرفتم ولا ما اسمه عندكم؟ نحن نسميه الضبع ونسميه العرجاء لأنه هو قبيح المنظر، وجهه قبيح. على كل حال، الضبع هذا فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله قالوا، ليس الشافعية فقط، الجمهور قالوا إنه حلال، مع أنه يفترس، يأكل لحوم الحيوانات، بل يعني بعضهم يقول يأكل الجيف حتى، مشهور أنه يأكل الجيف، لكن الجمهور قالوا إن الضبع حلال. طيب عنده ناب، قالوا إن نابه ضعيف لا يعدو به، بخلاف ناب الأسد أو النمر أو الذئب، نابه قوي يعدو به. واضح ولا؟ طيب كذلك الثعلب، قال فقهاؤنا الشافعية إنه حلال، عنده ناب، قالوا لكن نابه ضعيف لا يعدو به. إذن هنا قال لك كل ما له ناب، أي سن بشرط، قوي يعدو به. قوله يعدو به تفسير لكلمة قوي. ما معنى قوي؟ قوي أي يفترس به، تمام؟ فإذا كان له ناب قوي يعدو به فهذا حرام. قال رحمه الله تعالى ويحرم من السباع ما له ناب، أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر،
ويحرم من الطيور ما له مخلب بكسر الميم وفتح اللام، أي ظفر قوي يجرح به، كصقر وباز وشاهين. سأذكر لكم بعض الحيوانات للفائدة، وأبين ماذا قال فيها فقهاء الشافعية، هل هي حلال أو حرام. ذكرت لكم الضبع، وقلت لكم الضبع عند الشافعية حلال، وقد جاء في الحديث الضبع صيد، صيد، وكونه صيد هذا يدل على أنه حلال، وهذا الحديث رواه البيهقي. وقلت لك الضبع وإن كان له ناب إلا أن نابه ضعيف، مع أن علماء الحيوانات يقولون إن فكه ليس نابه، الفك، الفك أقوى الفكاك، فكه قوي واضح، لكن الناب قالوا ضعيف، هكذا علل الفقهاء. وعلى كل حال ظواهر الأحاديث تدل على أنه حلال، وهو مذهب الجمهور. بالنسبة لي حتى مثلي يعافه، لا أكل حتى وإن كان حلالا، لكن لا أحب. طيب الثعلب أيضا حلال لأن نابه ضعيف لا يعدو به. القنفذ، تعرفون القنفذ له شوك في جسده، شوك ماذا يسمى؟ ها؟ ماذا؟ باندا، راندا، لا لاندا، هكذا. هذا القنفذ حلال أيضا في المذهب، تمام. الزرافة، تعرفون الزرافة طويلة، الزرافة عند الشافعية حرام، عند الشافعية حرام، نعم عند الشافعية حرام، في خلاف في المذهب، لكن المعتمد في المذهب أنها حرام، نعم. الفيل يحرم أكله، يحرم أكله. القرد مونكي يحرم أكله، تمام. الزرافة باللغة الإنجليزية أظن جراف هكذا، نعم أيوة. طيب الأرنب يحل أكله، وقد أكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنجاب، السنجاب يعيش في الأشجار، يكون عنده ذيل طويل ناعم، يتسلق الأشجار بسرعة هكذا، أنا رأيته في ماليزيا، أما هنا لم أرى، تمام، موجود هنا كثير، أتوقع هذا، نعم. السنجاب حلال، حلال، تمام. أيضا ماذا أذكر لكم مما يعيش في البحر؟ التمساح يعيش في البر والبحر، حرام، تمام. السرطان، تعرفون السرطان أو لا؟ يعيش في البر والبحر، يطبخ هنا في المأكولات البحرية، سي فود، أيوة، تمام، هذا حرام في المذهب، حرام في المذهب، حرام عند المالكية جائز، أيوة. يسمى عقرب الماء، له أرجل كثيرة، وإذا يمشي يمشي هكذا، ليس إلى الأمام ولا إلى الخلف، يمشي إلى جانب هكذا، أيوة، هذا عند الشافعية حرام، تمام، يسمى السرطان، تمام، ويسمى عقرب الماء. أيضا الضفدع، الضفدع حرام، تمام. القرش، القرش، تعرفون القرش؟ أظن باللغة الإنجليزية وايد، في البحر يعيش، شار، نعم، هذا حلال، القرش حلال. يسمى عندنا أيضا في بلادنا اللخم، اللخم عند أهل حضرموت مشهور، له رائحة قوية، يعني إذا كان هناك أنت تشمه إلى هنا، وإذا كنت في الطائرة عندك لخم ينزلوك من الطائرة، لأن يجعل رائحة الطائرة كلها لخم، والحضارم يحبونه جدا، تمام. أيضا بارك الله فيكم الجمبري، تعرفون الجمبري؟ هذا روبيان، ماذا يسمى الروبيان؟ أيوة عرفتم، هذا حلال،
هذا لا يعيش إلا في الماء، حلال. عرفت يا أبا الحسين؟ ارفع صوتك حتى اسمع. شريم، هكذا باللغة الإنجليزية شريم. عرفته؟ لم يسمع. قل له يا شكران. هذا يباع هنا، سنذهب أنا وأنت ونأكل إن شاء الله. هذا يباع هنا جيد. أي مطعم سي فود يوجد هذا، وهذا جيد للمتزوجين أيضا. تمام. أيضا الجمبري هذا يجوز. الأخطبوط، تعرفون الأخطبوط؟ الأخطبوط، أخطبوط له أيدي كثيرة، يعيش في البحر فقط، عنده أيدي كثيرة. ها؟ ما اسمه؟ آه، بلغتهم تعرفونه؟ أيوة. الأخطبوط ظاهر المذهب أنه جائز، أنه جائز. على كل حال هذه بعض الأشياء التي يعني أذكرها لكم حتى يكون عندكم علم بها. أي الخطاف، الخفاش، يسمى الخطاف والخفاش، تعرفونه؟ هذا سبب كورونا، الطائر هذا الذي هكذا يكون معلق، رأسه في الأسفل رجلاه في الأعلى. ما اسمه؟ هذا حرام. هذا حرام. نعم. على كل حال الفقهاء تكلموا في هذا كلاما كثيرا ونصوا على كثير من الحيوانات حلا وحرمة. قال هنا حلال. نعم. السلاحف لا، تعرفون السلاحف؟ السلاحف التي تعيش في الماء وتعيش في البر حرام، التي تعيش في الماء فقط جائزة، لأن كل ما يعيش في الماء وإذا خرج إلى البر صار على عيش المذبوح، يعني صار خلاص يعني يموت، هذا حلال. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى هنا، قال ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا أن يأكل من الميتة المحرمة عليه. قال ويحل، قال الفقهاء ويحل وجوبا، أي يجب عليه لإنقاذ نفسه. واضح؟ إذن قوله هو يحل أي مع الوجوب، يحل وجوبا. قال ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك. ما معنى خاف؟ خاف أي ظن الهلاك. واضح؟ من باب أولى إذا تيقن الهلاك. قال ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة موتا، أي خاف أن يموت إذا لم يأكل، أو مرضا مخوفا، أي خاف أن يصيبه المرض، أو خاف زيادة المرض، أو خاف انقطاع الرفقة. إذا لم يأكل الناس يذهبون ويتركونه وحده الذين معه في السفر. واضح؟ ولم يجد ما يأكله حلالا، لم يجد طعاما حلالا، يحل له أن يأكل الميتة. تمام؟ يحل له أن يأكل الميتة. والميتة مر معنا تعريفها بداية الدروس أنها ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية، أو كانت الزكاة لا تحلها. قال أن يأكل من الميتة المحرمة عليه. قال الفقهاء إلا إذا كان عاصيا بسفره فلا يحل له. نقول له أولا تب من المعصية ثم كل. واضح؟ قالوا إلا إذا كان عاصيا بسفره. قال رحمه الله تعالى أن يأكل من الميتة ما، أي شيئا يسد به رمقه، يسد به رمقه أي بقية حياته. لكن لاحظوا معي عندما قال أن يأكل من الميتة، ظاهره أن يأكل من الميتة مباشرة، ولم يشترط
المصنف ولا الشارح أنه يذبح الميتة، يعني لم يقولوا إن المضطر يحل له أكل الميتة بشرط أن يذبحها أولا، لأنه إذا ذبحها قد يخرج الدم الباقي وتقل عفونتها. واضح؟ ظاهر كلامه أنه لا يشترط الذبح، وهو كذلك لا يشترط الذبح، فلو أكل مباشرة دون أن يذبحها جاز له، حل له. واضح؟ أيوة. قال رحمه الله تعالى: أن يأكل من الميتة المحرمة شيئا يسد به رمقه. هذا بيان لقدر ما يأكل، كم يأكل؟ قال: ما يحفظ به حياته، ما يحفظ به حياته، إلا إذا كان يخشى على نفسه المرض، إذا أكل فقط ما يسد رمقه، خاف أن يمرض، نقول لك أن تزيد، يجوز لك أن تزيد. واضح؟ إذن قال هنا: أن يأكل من الميتة المحرمة عليه شيئا يسد به رمقه، أي بقية روحه. ثم قال: ولنا ميتتان حلالان وهما السمك والجراد. وهذا بالنص، أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. مقصود بالسمك ما لا يعيش إلا في الماء وإن لم يكن على صورة السمك المعهودة. واضح؟ الذي لا يعيش إلا في الماء، حتى لو كان له صورة أخرى غير الصورة المعروفة عن السمكة اللي هي رأس وجسم وذيل، تمام؟ أيا كان، ما دام أنه لا يعيش إلا في الماء إذن هذا يسمى سمك، شرعا يسمى سمك. قال: إلا السمك والجراد. وطبعا بارك الله فيكم، السمك يجوز للإنسان أن يأكله ولو يبتلعه ولو كان حيا. واضح؟ أيوة، ممكن، ممكن أن يبتلعه مباشرة ولو كان حيا. بعض أنواع السمك صغيرة ممكن أن يبلع مباشرة ولو كان حيا. قال: السمك والجراد. وقبل أمس يسألوني من اليمن: موسم جراد الآن، الجراد يهاجم المزارع. نعم، لكن يحرقون الجراد، يحرقونه، فهل يسألون هل يحرقونه وهو حي؟ يسألون هل يجوز ذلك، أي هل يجوز إحراق الجراد أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإحراقه لا يجوز. واضح؟ لكن لكم أن تأكلوه، لكم أن تأكلوه. نعم. قال: السمك والجراد. ولنا دمان حلالان وهما الكبد والطحال. الكبد معروف والطحال أيضا معروف. قال: وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء. واضح؟ مثل الأسد، النمر، الحمار الأهلي، الطيور التي لها مخلب، هذه لا تؤكل، سواء ذبحت أو لم تذبح، في الحالتين لا يجوز أكلها. قال: ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء. القسم الثاني: ما يؤكل، مثل بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الأرانب، الدجاج، فهذا لا يحل إلا بالتذكية، لا بد أن يذكى ذكاة شرعية كما مر معنا في الدرس الماضي. فالمقدار الواجب عند الشافعية أن يذبح الحلقوم المريء، تمام، وقطع الودجين هذا مستحب. قال: والثالث ما تحل ميتته، ما تحل ميتته، يعني حتى لو كان ميتا فهو حلال. ما هو؟ السمك والجراد. هل يوجد شيء ثالث غير السمك والجراد، أو السمك والجراد فقط؟ ما رأيكم، يوجد شيء ثالث أو لا يوجد؟
يوجد. السمك والقراد فقط، واضح؟ طيب هنا لما قال الشارع انظر ماذا قال، قال والثالث ما تحل ميتته ك ك ك. ما معنى ك؟ مثل، مثل السمك والقراد. لما تقول ك كأنه يوجد أنواع أخرى، وأنت ذكرت المثال الأول والثاني. ولذلك قال بعض أصحاب الحواشي قالوا إن الكاف هنا ليست للتمثيل، ليس من باب المثال هذا، وإنما من باب الاستقصاء، يعني كأنه يقول فقط هذين السمك والقراد، فلا يوجد شيء ثالث، واضح؟ فلا يتوهم شخص يعني من قوله ما تحل ميتته كالسمك والقراد أنه يوجد أشياء أخرى لم يذكرها هو، تمام؟ قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام الأضحية. الأضحية بارك الله فيكم الأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فصلي لربك وانحر، سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. وطبعا عندنا معاشر الشافعية أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، آية من كل سورة إلا براءة، فعندنا البسملة آية من سورة العصر، وآية من سورة الكوثر، وآية من سورة الإخلاص، وآية من سورة تبارك، من سورة النبأ، من كل السور إلا سورة البراءة. عند الشافعية نعم البسملة آية من كل سورة إلا براءة، تمام. قال لكم السيوطي رحمه الله تعالى في نظم جمع الجوامع أما القرآن هاهنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما إلى آخر ما قال. قال باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة، يعني في كل سورة البسملة آية إلا في سورة براءة. أما القرآن هاهنا أي في علم أصول الفقه، أما القرآن هاهنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما إلى آخر ما قال. قال رحمه الله تعالى فصل في أحكام الأضحية. إذن نقول الأضحية الأصل فيها ما جاء في سورة الكوثر من قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، ومن السنة أحاديث، فقد ثبتت الأضحية بسنة قولية وفعلية وتقريرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأضحية بقوله، فقال مثلا من لم يضحي فليس منا مثلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا. وبالسنة الفعلية فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين سمى وكبر، ذبحهما بيده سمى وكبر. وبالسنة التقريرية فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة وهم يضحون، واضح؟ إذن ثبتت الأضحية بالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. قال هنا الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، وهي اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. إذا أردنا أن نرتب الكلام في الأضحية نقول كالتالي: تعريفها جنسها حكمها شروطها العيوب المانعة من الإجزاء. تعريفها كما قال لكم هنا الأضحية بضم الهمزة في الأشهر، قوله في الأشهر يشير إلى أنه
توجد لغات أخرى فيقال لها أضحية ويقال لها ضحية أيضا، تمام. قال: وهي اسم لما يذبح من النعم. قوله من النعم أي من بهيمة الأنعام. هذا فيه إشارة بارك الله فيكم إلى أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، فلا يضحى بغير هذه. فمثلا لا تكون الأضحية من الدجاج، ولا تكون الأضحية من الأرانب، ولا تكون الأضحية من الظباء، ولا تكون الأضحية بالطيور، فقط ببهيمة الأنعام. قال: وهي اسم لما يذبح من النعم يوم العيد. قوله يوم العيد، متى يوم العيد؟ يوم النحر. قال: متى يوم النحر؟ لو واحد ذبح بعد الفجر يوم العيد تكون ضحية أو لا؟ ها؟ بعد الفجر، صلى الفجر وعاد مباشرة ذبح، أضحية أو ليست أضحية؟ ها؟ هو بعد الفجر يعني دخل اليوم ولا ما دخل اليوم؟ دخل اليوم. طيب هو يقول في التعريف يوم عيد النحر، هذا صلى الفجر وعد وذبح مباشرة، تكون أضحية؟ لا، لا تكون أضحية. طيب متى؟ قوله هنا يوم عيد النحر أي بعد طلوع الشمس ومضي قدر ركعتين وقطبتين خفيفتين. إذن حتى تكون أضحية لابد أولا من طلوع الشمس، ثم يمضي زمن، يمضي زمن وقت، هذا الوقت يتسع لماذا؟ يتسع لركعتين وخطبتين، ركعتي العيد وخطبتين. يعني نفترض أن الشمس طلعت في الساعة السادسة ومقدار ركعتين وخطبتين 20 دقيقة، في الساعة 26 إذا ذبحت تكون أضحية، لو ذبحت قبل ذلك ليست أضحية. إذن قوله في التعريف اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر، هذا يحتاج إلى تقييد. نقول يوم عيد النحر أي بعد طلوع الشمس ومضي قدر خطبتين، قدر ركعتين وخطبتين. فهمنا هذا؟ كيف؟ إذن نقول اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر. ثم قال: وأيام التشريق. أيام التشريق، العادة أن كلمة يوم تطلق على النهار، واضح؟ تطلق على النهار فقط، ولذلك كان الأولى أن يقول اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق بلياليها، ليبين أنه إذا تم الذبح ليلا فإنها تكون أضحية، وإن كان الذبح ليلا مكروه، لكن لو ذبح ليلا مثلا أضحية، تعتبر أضحية. إذن التعريف هذا يحتاج إلى يعني تنبيه على بعض المواضع. عندما قال اسم لما يذبح من النعم يوم عيد النحر، قلت لك يوم عيد النحر أي بعد طلوع الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتين، حتى لو لم يصلي الناس، المهم أن يمر الوقت، فلا يشترط أن يكون ذبحك بعد أن ينتهي الناس من صلاتهم. يعني نفترض على سبيل المثال أنك ما صليت لعذر ما، وهي صلاة العيد سنة مؤكدة، وفي قول في المذهب فرض كفاية، لكن معتمد الناس سنة مؤكدة. نفترض أنك ما صليت العيد، طلعت الشمس، مرت مدة تتسع لركعتين وخطبتين، ذبحت ما زال الناس لم يصلوا، لا بأس، أضحية. لكن لا شك أنك إذا ذبحت بعد فراغهم من الركعتين والخطبتين أن هذا أفضل، لا شك فيها، تمام. قال رحمه الله: وأيام التشريق. نقول أيام التشريق أي بلياليها، أي بلياليها تقربا إلى الله تعالى. طيب، إذن عرفنا تعريف الأضحية وعرفنا جنسها، جنسها قلت لك من بهيمة الأنعام.
الآن ما حكم الأضحية؟ واجبة، مستحبة، فيها تفصيل. قال: والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. نقول بارك الله فيكم: الأضحية إذا كان المخاطب بها فرد، إذا كان المخاطب بها فردا فإنها سنة عين، وإذا كان المخاطب بها أهل بيت فإنها سنة كفاية. نحن نعرف دائما فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين الذي يجب على كل مسلم بعينه، فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين، نعرف هذا. كذلك في السنة عندنا سنة عين وعندنا سنة كفاية. سنة العين مثل ماذا؟ مثل صلاة الضحى، سنة عين، كل واحد مطلوب أن يصلي الضحى. طيب إذا لم يصلي الضحى يأثم؟ لا يأثم، واضح، لكن الطلب متوجه إلى كل واحد، مثل صلاة الوتر، الطلب متوجه لكل واحد، مثل صيام الاثنين والخميس، الطلب متوجه لكل واحد، هذه تسمى سنة عين. طيب سنة كفاية مثل ماذا؟ سنة الكفاية أن الطلب وجه للجميع، لكن إذا فعله البعض سقط الطلب، لا نقول سقط الإثم، ما في إثم، سنة، سقط الطلب. مثل ماذا؟ مثل قال الفقهاء ابتداء السلام. ابتداء السلام، لو كنا نمشي أنا وشخص فمررنا على قوم فقلت أنا السلام عليكم، صاحبي هذا سقط عنه طلب السلام، فلا يطالب بالسلام، خلاص واحد يكفي، يسقط الطلب بفعل واحد. إذن ابتداء السلام نقول ماذا؟ ابتداء السلام من جماعة سنة كفاية. الأذان سنة كفاية في المذهب، يسقط الطلب بفعل واحد. إقامة الصلاة سنة كفاية. تشميت العاطس، أن تقول لمن عطس يرحمك الله، سنة كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب. التسمية على الطعام، كنا ناكل ونحن خمسة فقال واحد منا بسم الله، في المذهب التسمية على الطعام سنة كفاية، سنة كفاية، تمام. الأفعال المندوبة للميت، يعني نعرف أن تغسيل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت دفنه فروض كفاية، فروض لأنها واجبات. طيب الأشياء المندوبة، الأشياء المندوبة نقول سنن كفاية، والأشياء المندوبة للميت نقول إيش؟ سنن كفاية. كم هذه الآن؟ ستة. الأضحية إذا كان أهل بيت فقام واحد منهم وضحى، نقول سنة كفاية. كم صارت؟ سبعة. إذن نستطيع أن نقول إن سنن الكفاية في مذهب الشافعية سبع سنن، سبع فقط التي ذكرتها لك، تمام. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، هذه أربع. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، كم هذه؟ أربع. وأضحية من أهل بيت تعددوا، إذا أهل بيت تعددوا كثيرين فعلها واحد سنة كفاية. وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة، إقامة الصلاة، وبدء سلام والإقامة فعقلا، تمام. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام
والإقامة فعقلة، نظمها العلامة عبد الله الشرقاوي شيخ البيجوري رحمه الله. واضح؟ أكتب الأبيات أو خلاص؟ تم. إذن عرفنا بارك الله فيكم أن الأضحية سنة عين بالنسبة للمنفرد، لأهل البيت سنة كفاية. طيب سنة كفاية لأهل البيت، من هم أهل البيت؟ ما المقصود بأهل البيت؟ يعني نفترض أنا عندي زوجة وأولاد، أخي عنده زوجة وأولاد، نسكن في بيت واحد. الآن نقول الأضحية سنة كفاية في حقنا، أو أنا لوحدي وأخي لوحده، ها؟ قد نكون في البيت الواحد نعيش مثلا مع أعمامي أو أخوالي أو إخواني، يعني في بعض البيوت هكذا يعيشون كلهم في مكان واحد. هنا حصل خلاف قوي للعلماء، فهنالك العلامة بن حجر في التحفة ذكر احتمالات، قال يحتمل أنها تكفي من أهل البيت حتى ولو كانوا أقارب رجالا ونساء، يحتمل أنه تكفي. وذكر احتمالا آخر قال يكفي أن يفعلها شخص رشيد منهم وإن كان لا ينفق عليهم، يعني وإن كانت النفقة ليست واجبة عليه، ليست واجبة، يحتمل ما دام أنه رشيد، واحد رشيد من هؤلاء يكفي أن تحصل منه، يسقط الطلب بفعله. ومنهم من قال إنما تحصل السنة ممن يجب عليه نفقتهم، فمثلا أنا في المثال السابق أنا أنفق على زوجتي وأبنائي وأولادي، أخي ينفق على زوجتي وأولاده، إذن هو أضحية وأنا أضحية، يسقط الطلب أن أضحي أنا أضحية وأن يضحي هو أضحية. واضح؟ في نظري أن هذا أقرب، في نظري أن من كان تلزمه نفقة من تحته عليه أضحية، والآخر عليه أضحية أخرى، إذا كانت لا تلزمك نفقته يضحي أضحية أخرى، وهذا ما اعتمده العلامة الرملي فيما أذكر في النهاية. قال رحمه الله تعالى والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم. ثم قال ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. الأضحية في هذا تشابه ماذا؟ تشابه الاعتكاف. الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، ولا يجب الاعتكاف إلا بالنذر، لو قال نذرت لله أن أعتكف صار واجبا. واضح؟ أما بغير النذر لا يكون واجبا. الأضحية لا تكون واجبة إلا إذا نذر، فإذا نذر صارت واجبة. وهنا النذر قد يكون نذرا حقيقيا وقد يكون نذرا حكميا. كيف نذر حقيقي وكيف نذر حكمي؟ نذر حقيقي كأن يقول نذرت لله تعالى أن أضحي في هذا العام، هذا حقيقي، أو لله علي أن أضحي في هذا العام، هذا نذر حقيقي. نذر حكمي كأن يقول جعلت هذه أضحيتي، جعلت هذه، يشير مثلا إلى الشاة، أو جعلت هذه أضحيتي، هذا نذر ماذا؟ هذا نذر حكمي، جعلت هذه أضحيتي، هذا نذر، تصير خلاص منذورة. طبعا إذا صارت منذورة بارك الله فيكم انتبه معي، هذا مهم. قال فقهاؤنا الشافعية رحمة الله عليهم إذا صارت منذورة يجب عليك أن تذبحها وتخرج من ملكه، خلاص أنت لا تملكها الآن، تصير ملكا لمن؟ تصير ملكا للفقراء والمساكين، أنت لا تملك شيئا، وبالتالي يجب عليك أن تذبحها ويحرم عليك أن تأكل شيئا منها، تتصدق بها كلها، تتصدق بجميعها. لماذا؟ لأنها لم تعد ملكا لك، صارت ملكا للفقراء والمساكين، هذه منذورة، بخلاف الأضحية المتطوع بها التي هي التطوع. واضح؟ التطوع تأكل منها
تهدي تتصدق، الأمر فيها واسع، لكن المنذورة بالنذر خرجت عن ملكك وصارت مملوكة للمستحقين من الفقراء والمساكين. بالتالي نقول بارك الله فيكم، قال الفقهاء من الشافعية لا يحل أن يأكل منها بل يتصدق بجميعها. تمام. قال رحمه الله تعالى: والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. هذا بيان لحكمها. الآن سيتكلم على الشروط. ما شرط الأضحية؟ شرط الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا، أن تبلغ السن المعتبر شرعا. كم السن المعتبر شرعا؟ في الظأن، الظأن يسمى الظأن أظن دنبة هكذا، الظأن دنبة، ها، والثاني الماعز ماذا يسمى؟ كامبينج. كامبينج. الظأن هذا قال فقهاء الشافعية لابد أن يكون عمره سنة، سنة، أقل من سنة لا يجزي. الكبش، الظأن الكبش لابد أن يكون عمره كم؟ سنة، أقل من سنة لا يجزي، إلا إذا أجذع قبل السنة. ما معنى أجذع؟ سقطت أسنانه، سقطت أسنانه، إلا إذا أجذع قبل السنة فيجزي. هذا مذهب الشافعية. طبعا السن الذي يبدأ فيه بالإجذاع أو سقوط الأسنان بعد 6 أشهر، غالبا بعد 6 أشهر احتمال سقوط الأسنان موجود. ولذلك قال الحنابلة رحمهم الله، قالوا يجزئ الظان الذي عمره 6 أشهر عند الحنابلة، وعند الشافعية قالوا لابد أن يكون عمره، أن يكون عمره سنة. والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من كبار فقهاء الشافعية، صاحب كتاب التنبيه وكتاب المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع، اختار قول الحنابلة أنه يكفي 6 أشهر. تمام. إذن هذا بارك الله فيكم في الظأن. في الماعز كامبينج، قال فقهاء الشافعية لابد أن يكون عمره 2، أن يكمل 2، واضح؟ وعند الحنابلة قالوا يكمل 1. تمام. طيب البقر، قال فقهاء الشافعية لابد أن تكمل 2، مثل المعز. تمام. وقال فقهاء الحنابلة أيضا 2. أما الإبل فقال فقهاء الشافعية لابد أن يكمل 5 سنين، وأيضا كذلك قال فقهاء الحنابلة. تمام. قال لكم هنا: ويجزئ فيها الجذع من الظأن وهو ما له 1 وطعن من الثانية. قلت لكم إلا إذا أجذع قبل 1 فإنه يجزئ. تمام. أي سقطت مقدم أسنانه. قال: والثني من المعز وهو ما له 2 وطعن في الثالثة، والثني من الإبل وهو ما له 5 سنين وطعن في السادسة، والثني من البقر وهو ما له 2 وطعن في الثالثة. ثم قال: وتجزئ البدنة عن 7 اشتركوا في التضحية بها. البدنة الناقة تجزئ عن 7، يعني مثلا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 7 قالوا نحن نشترك ونشتري ناقة ونذبحها أضحية تجزئ. طيب نفترض، هل هذا الحكم قبل ذلك، هل هذا الحكم خاص بالأضحية؟ لا، ليس خاصا بالأضحية. مثال آخر، أستاذ زين الدين جاءه ابن، جاءه ولد، أستاذ رايف جاءه ولد، أستاذ جاءه ولد، كل واحد صار له ولد 7، فاشتركوا واشتروا ناقة وكل واحد يريد عقيقة. إذن هل يمكن أن نشترك في بدنة
ليس للتضحية وإنما لتكون عقيقة يمكن؟ أيضا يمكن. إذن قوله هنا اشتركوا في التضحية بها، هذا من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. كذلك لو اشتركوا لتكون عقيقة أو لتكون هديا أي في النسك أيضا يجزئ. إذن هذا من باب ضرب المثال وليس من باب التقييد. بل انتبه معي، لو اشتركنا وتخالفت مقاصدنا، فالأستاذ زين الدين يريد عقيقة، دكتور رايف يريد ماذا؟ أضحية مثلا، أستاذ شكران يريد لحما لا يريد شيئا آخر، وهكذا كل واحد، وهذا يريد كفارة هدي يعني واضح، فدية أذى أو ما شابه ذلك في الحج أو في العمرة، كل واحد له مقاصد مختلفة، يجزئ؟ نعم يجزئ، حتى وإن تخالفت المقاصد يجزئ، واضح؟ قال هنا وتجزئ البدنة عن سبعة اشتركوا في التضحية بها، وتجزئ البقرة عن سبعة كذلك، وتجزئ الشاة عن شخص واحد، فلا اشتراك في الشاة، تمام؟ ثم قال، انتبه لهذا الكلام، قال وهي، من هي هذه؟ من وهي؟ وهي أي الشاه؟ الشاه. وهي أفضل من مشاركته في بعير. يسأل سائل فيقول هل الأفضل أن أضحي بشاه أو أشترك في بعير؟ يعني يكون لي سبع ناقة أو أضحي بشاه، ما الأفضل؟ يقول لك هنا الشاة أفضل من المشاركة في بعير، الشاة أفضل من المشاركة في بعير. ظاهر كلامه أن الشاة أفضل من المشاركة في بعير حتى ولو كان السبع الذي سيحصل من البعير أكثر من لحم الشاة. يعني نفترض أن لحم الشاة مثلا 7 كيلو وأن السبع الذي سيحصل لك من البعير مثلا 10 كيلو، مع ذلك نقول إن الشاة أفضل من المشاركة في البعير، ظاهر كلامه هذا، وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله، أن الشاة أفضل من المشاركة في سبع بعير، في سبع ناقة. نعم، قال رحمه الله وهي أفضل من مشاركته في بعير. ثم قال وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. أفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. وهذا من قال بهذا القول استدل بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قدم البدنة أفضل، ثم البقرة، ثم الكبش الأقرن. إذن قالوا الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، لكن في الحقيقة نستطيع أن نقول إذا كان التفضيل من حيث كثرة اللحم فالأمر كما قالوا، الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، لأن الإبل أكثر لحما ثم البقر ثم الغنم. وإن كان التفضيل من حيث أطيبية اللحم، اللحم الأكثر طيبا، فالظأن أفضل، واضح؟ دنبة أفضل، تمام؟ فالظأن أفضل. إذن ننظر إلى معيار التفضيل، ما هو معيار التفضيل؟ لماذا قلنا أفضل؟ هل لكثرة اللحم؟ إذا كان لكثرة اللحم مسلم، أما إذا كان لأطيبية اللحم فالظأن أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى وأفضل أقال وأربع في بعض النسخ وأربعة لا تجزئ في الأضاحي. أظن هذا نتركه الآن أكثر من ساعة، ها؟ خلاص نتركه إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نثقل عليكم.
نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.